بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: كتاب العلم، الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه وما جاء في فضل العلم والعلماء والمتعلمين. روى البخاري ومسلم عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. العلم أمر الله عز وجل في كتابه بطلبه، وأخبر في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم ذلك علم اليقين، يقين استيقن بذلك أنه لا إله، لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأخبر أنه سبحانه يرفع الذين آمنوا وزيادة فوقهم الذين أوتوا العلم يرفعهم درجات. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم عظيم، والعلم دليل إلى الخير، يفتح على العبد أبواب الخير، ويعرف كيف يعبد الله سبحانه تبارك وتعالى. يعرف ما يرضي الله فيفعله، ويعرف ما يغضب الله فيجتنبه. العلم عظيم، ولذلك جاء في الترغيب في طلب العلم حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء عن معاوية رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين، وهنا الفقه في الدين، والفقه الفهم، الفهم، والإنسان يفهم يقول يفقه، فقه وفقه، فقه علم، وفقه صار فقيها، فقه صار العلم له سريه. فالإنسان بكثرة التعلم يتعلم فيصير على فقه ويصير على علم. فالذي يصير إلى علم الفقه يتعلم، هذا أراد الله عز وجل به خيرا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى التفقه للدين لأن الإنسان يدرس ويتعلم. يقول الحسن البصري رحمه الله: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بأمر دينه، المداوم على عبادة ربه، هذا الفقيه. الفقه يدفعه لذلك. كثرة العلم تؤدي إلى الخير العظيم، ولذلك كانت كثرة العلم خيرا من كثرة العبادة. كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد مدانبة للشيطان ومعرفة بمكائد الشيطان وحيله، فاستطاع أن يرد كيده. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كيف يتفقه؟ بالعلم، بالمدارسة، بالخوف من الله سبحانه تبارك وتعالى، بعدم الرياء. في رواية لهذا الحديث يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم مش هيتولد الإنسان عالما،
ولكن العلم يكون بالمدارسة، يحفظ القرآن ويعرف معانيه ويتفقه في الدين، يحفظ السنة ويتعلم معانيها ويتفقه فيها. هنا العلم آية آية وحديث حديث، علما وتعلما ومذاكرة ودعوة إليه وعملا به. هنا إذا كان الإنسان عزك هذا العلم الحقيقي وهذا الفقه الحقيقي الذي يدفع الإنسان إلى الورع، إلى الخوف من الله سبحانه تبارك وتعالى، إلى اجتناب السمعة والرياء. كان علي رضي الله عنه يقول تعلم واكتم، تعلم، مش كل ما تتعلم مسألة وأنا تعلمتك أنا عارف كذا أنا كذا اسألوني اسألوني، لا، تعلم واكتم، واصمت تسلم، تسر الأبرار وتغيظ الفجار. يبقى هذا العلم الحقيقي لما يحتاج إليك الناس تبذل إليهم ما يحتاجون إليه، لم يحتاجوا إليك خلاص ما تكسرش من الكلام فيما لا يستفيدون ولعلهم يملون. يبقى العلم أن يتعلم الإنسان ما يحبه الله فيعمل به ويأمر به، يعرف ما يغضب الله فيجتنبه وينهى عنه. إنما العلم بالتعلم، يبقى هنا يتعلم الإنسان ولا يأنف أن يتعلم ممن هو دونه، يتعلم الإنسان من هو أكبر منه من هو أقل منه سنة، طالما في علم مع هذا الإنسان اذهب إليه وتعلم منه. والفقه بالتفقه، الفقه بالتفقه، يعني يصير الفقه سرية للإنسان بالتفقه، شيء ورا شيء يتدبر ويفهم ويعرف ويجمع هذا إلى هذا، فيفهم المراد من الاثنين ويذاكر العلماء حتى يتعلم حتى يعرف. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا هذا العلم الذي يحبه الله الذي يؤدي إلى الخشية من الله، إنما يخشى الله العلماء، يبقى العلماء هم الذين يخشون الله سبحانه تبارك وتعالى. فالمعنى هنا فيه تقديم وتأخير، أصلها إنما يخشى العلماء من الله سبحانه تبارك وتعالى، فقدم لفظ الجلالة إنما يخشى الله وهذا المفعول، وأخر الفاعل العلماء في آخره. أيضا في حديث آخر لحذيفة رواه الطبراني في الأوسط يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة. يعني إذا كان عندك وقت زايد هذا الوقت ممكن تبذله في كثرة صلاة أو في طلب علم أنت تحتاج إليه، يبقى الزيادة في العلم أفضل من الإكثار في التعبد. العبادة قد يكون نفعها عظيما جدا، ولكن في النهاية هي لازمة لك، هي لازمة لك صلاتك لنفسك. العلم حين تدرس وحين تتعلم خاصة إذا كنت تدعو إلى الله عز وجل سينتفع به الناس، فيكون الفضل في طلب العلم، يعني الزيادة في طلب العلم، إن الوقت يصرف إلى ذلك مع الإخلاص ومع الحب للعلم ومع المدارسة، يبذل الإنسان وقته من أجل العلم، هذا خير من فضل العبادة، يعني من الزيادة في العبادة. لذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقلل من الصوم، ما كانش يصوم كثيرا في النافلة، يقول إنه إذا صام نافلة كثيرا هذا جعله منعه من طلب العلم، ما أقدرش نطلب. يا ابن مسعود يجلس في حلقات ويعلم الناس ويحفظ القرآن ويفقه ويفتي، فكان الصوم يضعفه عن ذلك لا يقدر عليه. عشان يجمع الاثنين، فهنا الحديث يقول لك إذا كان هذا يتعارض مع هذا يبقى طلب العلم أفضل. طلب العلم، فضل العلم الزيادة في العلم، هذا الفضل خير من فضل العبادة. يبقى أصل العبادة موجود، أصل العبادة من صيام وصلاة وغيرها موجود، لكن الزيادة بقى، الزيادة تتقرب إلى الله، ففضل العلم أفضل. فضل العلم خير من فضل العبادة. وخير دينكم الورع، خير دينكم يعني الشيء الذي تتمسك به الورع. الورع يمنع الإنسان من الحرام، يمنع الإنسان من الشبهات، فلعله يترك شيئا من الحلال خوفا أن يقع في شبهة من الشبهات، هذا ورع الإنسان. فلذلك يحثنا الدين على الورع، أنك تزهد في الدنيا، أنك تبتعد عن الشبهة فضلا عن الحرام. فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. كن إماما يقتدى بك في طلب العلم، إذا طلبت العلم فلا تنفر الناس منه، فليكن العلم ظاهرا على صاحبه. الإنسان الذي على علم يعمل به، ما يكونش مهزارا كثير الهزار،
ما يكونش سرسارا كثير الكلام، ما يكونش يقع في الحرام ويفعل الحرام ويقع في الغيبة والنميمة فينفر الناس عن العلم، ولا شوف اللي بيطلبوا العلم بيعملوا ايه، شوفوا اللي بيحفظوا القرآن بيعملوا ايه، شوفوا كذا. فليكن أثر العلم ظاهرا على الإنسان، وإلا لو أنه عمل بغير ما يتعلم يكون مفتاحا للشر على الناس. وجاء في حديث رواه ابن ماجه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الخير خزائن، إن هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. شوف الإنسان بتصرفاته وبأفعاله قد يكون مفتاحا يفتح على الناس أبواب الخير، وقد يكون بتصرفاته وأفعاله مغلاقا يصد الناس عن الخير ويصدهم عن سبيل الله عز وجل بخلقه وبأفعاله. فلذلك يقول: الخير هذا، الدين هذا العظيم، والخير الذي جاء من عند الله عز وجل له خزائن، له خزائن، هذه الخزائن لها مفاتيح، مفاتيح، مفتاح الخزنة عشان تفتح رحمة ربنا على خلق الله سبحانه وتفتح الخير يكون بعملك أنت. فطوبى لعبد، طوبى الجنة العالية، جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر. العبد الذي يقتدي به الناس في الخير طوبى له، العبد الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر طوبى له، العبد الذي يبعد الناس عن البدع وعن الشبهات وعن مضلات الفتن طوبى له، كل من يكون مفتاحا للخير على خلق الله عز وجل. العكس، ويل، عذاب أليم في النار والعياذ بالله لعبد جعله الله مفتاحا للشر، يفتح على الناس أبواب البدع، أبواب الضلالات، أبواب الشر، أبواب الشبهات، يفتح على الناس البعد عن الله واللهو في دين الله والهزار والثرثرة والكلام الفارغ، حيث لما الناس يشوفوا يتذكرون هذا البعد عن الله سبحانه فيكون هو مفتاحا للشر. فاحذر أن تكون مفتاحا للشر، أغلق أبواب الشر بتعلمك للدين، بالبذل في سبيل الله، بحسن الخلق، بتقوى الله سبحانه تبارك وتعالى. إن هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للخير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.